Ok, très bien. Tahna, dans quelques minutes, presque. برجو ليا تحس ياسر انت وياه ما كنش نورمال، ميساجات على بعض وعلى بعض ومن بعد تدخل ما تلقى حد شيء، هو بشكوت وهو بدرشني نقول لك توني والله توحشكم الزوز. وي نحاول نشوفوا الصوت واش هو هذاك في الفيسبوك والباج اي اون va commencer dans une minute. وي نحاول نشوفوا الصوت واش هو هذاك في الفيسبوك والباج اي اون va commencer dans une minute.
السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في إطار الأنشطة التي تقوم بها شراكة بين نادي فيزياء الطاقات العليا وعلوم الفلك ومجموعة من الجمعيات والفعاليات العربية والإفريقية، تنستضيف اليوم الأخ الدكتور زكريا بن الحاج، وهو دكتور في الرياضيات، خريج مدرسة ليمين في الرباط. مرحبا بك سي زكريا، ومن مؤسسي لانوي دي زيتوال ليالي النجوم، فوالا، ومؤسس الجمعية المغربية لي زاسترو فوتوغرافرز، فوالا، كذلك من البيرو ديال اسوسياسيون سبيس بيس في المغرب. مرحبا بك سي زكريا، اليوم غادي تحدث لنا سي فن التصوير الفلكي اللي تعتبر من اهم الحوايج اللي خاصنا نعرفوا على الفلك وعلى الفيزياء الفلكيه، وعلى هذوك التصاور كاع اللي تيدوروا في لي ويب اللي تنشوفوا بزاف في جوجل في فيسبوك وفي جميع هاد المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم غادي يهضر لنا سي زكريا على حقيقه هاد الصور الجميله والرائعه ديال الكون اللي تنشوفوا. تفضل سي زكريا. شكرا سي حمزه، كون غادي نبارطاجي لا بريزونطاسيون ديالي. عندي شي على طوب تقني، ما عرفتش راسي شنو درت. خاص تخرج السكرين واقيلا وكليكي على شير سكرين. كي جو كي توني صافي. لا اون لو فوا با. عندي شي، ما عرفتش لا بريزونطاسيون. كتبانش لي في لاليست ديالي، ما عرفتش علاش. في لاليست ديال كون تو في بارتاج ليكرون. اكزاكتومون وي. Ben, tu l'as fait juste dans une minute avant ou quoi? Exactement. C'est bon. On a tardé à nous de la table technique. Donc, قبل ما نبدا ان شاء الله هاد لا بريزونطاسيون، نهضروا شي شويه على يعني التاريخ ديال الاستروفوتوغرافي في المغرب. داكشي اللي كان عارف انا دوك البدايات كانت باننا كانوا عندنا يعني دي تيليسكوب، ولكن كان علينا من الصعب باننا ناخذ صور، لاننا بصراحه ما كناش كنعرفوا. حاولنا يعني نقراو في الويب، حاولنا نشوفوا بزاف ديال يعني على ليبوك كانوا المجلات، ولكن ما قدرناش نتمكنوا يعني باش ناخذوا صور. بقينا كنديروا محاولات، كيخرجوا لنا يعني صور يعني الجوده ديالهم رديئه جدا، ولكن ديما بقينا في المحاولات حتى يعني كاين مع التقدم التكنولوجي يعني لي كاميرا ولاو شويه سوفيستيكي، لي تيليسكوب كلشي بدا كيتقدم. و في 2014 قدمنا يعني على تنظيم واحد الدورة تكوينية، جبنا واحد الخبير فرنسي اللي هو نيكولا أوترز، اللي هو كان رئيس ديال الجمعية ديال واحد لاي بي، من بين الجمعيات المعروفة في فرنسا في التصوير الفلكي. دار لنا دورة تكوينية يعني، وعطانا الأساسيات يعني كيفاش نبدأو يعني بطريقة اللي هي يعني صحيحة تصوير الفلكي.
يعني من تم بدينا، يعني كان من بعد يعني التكوين خرجنا صور ديالنا يعني اللي شبيهة بالصور اللي كاينة في الانترنت، وفي بدات يعني المغامرة ديالنا في التصوير الفلكي. دوك هنايا كما كتشوفوا كنا من يعني من بعد حنايا بغينا نبارطاجيو يعني هذا لو دومين، بدينا كنديروا دورات تكوينية. انا دورة تكوينية حول التصوير الفلكي في بن سليمان، يعني الناس بداو كيهتموا شي شوية بهذا اللي نقولوا الفن. وعاوتاني بدينا كنديروا يعني خرجات، كنمشيو يعني كنبعدوا شي شوية على التلوث الضوئي، وكان كنقوموا يعني بالتصوير الفلكي هنايا في زاكورة. كنحيوا السي حمزة بهذه المناسبة من زاكورة. ودرنا عاوتاني دورة تكوين يعني بمشاركة مع جامعات، جامعة الأخوين، جامعة محمد السادس بن كرير، يعني بزاف ديال الجامعات والمعاهد اللي كانوا تيطلبوا منا باش نديروا يعني دورة تكوينية في هذا المجال. دوك هنا قبل ما ندخلوا يعني لصلب الموضوع اللي هو التصوير الفلكي، هنا بغيت ندير واحد النبذة ديال أننا شنو كنصوروا بالضبط، يعني الموقع ديال في هذا الكون. يعني كما تشوفوا يعني في الأول عندنا الأرض، من بعد عندنا لو سيستيم سولار يعني المجموعة الشمسية ديالنا، من بعد كاين يعني النجوم اللي قراب منا، يعني اللي أقرب وحدة اللي هي بروكسيما دو سانتور، وعاد كاينة المجرة ديالنا كاملة. والمجرة ديالنا حتى هي كاينة في واحد يعني مجموعة كتسمى لو جروب لوكال، يعني من بينها أندروميد، من بينها يعني لو جروب. وهذا المجموع اللي فيها اندروميد والمجرة ديالنا كاين انتوا هما واحد لو جروب اخر كيتسمى لو جروب ديال لا فيرج. وعاد يعني لا ستركتور هذا كتكبر تلقاو يعني كيتسمى بالكون المرئي، كاع داكشي اللي قدرنا نشوفوه لحد الان بالتلسكوبات ديالنا. دوك حنايا غير باش تاخدوا يعني نبذة شنو كنصوروا بالضبط من الكرة الأرضية بالنسبة يعني المجموعة الشمسية راهي هي اللي حنا فيها. بالنسبة للسودوم كنصوروا السودوم اللي متواجدين في المجرة ديالنا، ما عندناش يعني لحد الآن التكنولوجيا اللي كنتوفروا عليها، ما عندناش يعني كاباسيتي باش نقدروا نصوروا السودوم خارج المجموعة ديال خارج المجرة ديالنا. دوك كنصوروا السودوم اللي كاينين غير في المجرة ديالنا، وبالضبط وبطبيعة الحال كنصوروا يعني المجرات اللي هما المجرات الأخرى من غير المجرة ديالنا. هنايا غير باش تعرفوا يعني الادريس ميل ديال كل واحد يعني في الكون، كتلقى مثلا هنايا الاسم ديالي، كتلقى الكرة الأرضية، الشمس، المجرة، الجروب لوكال، لا فيرج، يعني الجروب اللي كيبدل نتا لا فيرج، وعاد لينيفير. دوك التصوير الفلكي يعني واحد التقنية اللي كنقدروا كنصوروا بها. كما كتشوفوا هنايا الماتريال كيفاش يعني نبدا انا الماتريال اللي كنستعملو باش كنصورو، يعني الاشياء اللي ممكن نصورو يعني كنقدروا نصورو المجره ديالنا، المجره كنقدروا نصورو غير الكاميرا بلا ما يكون عندنا تلسكوب، كنقدروا نصورو القمر يعني حتى هو تقدر تصورو بكاميرا، ولكن كيكون يعني غون بلون، ولا كتقدر تصور يعني لي ديتاي لي كخاطر كتصورو عن تلسكوب وكاميرا. نقدر نصور كذلك الكواكب اللي كتسمى الاستروفوتوغرافي بلانيتير، كنصور الشمس حتى هي، وكان بيان سور كنصور سكون ابيل لو سيال بروف يعني لي نيبولوز و لي غالاكسي. وكاين التصوير ديال لي كوميت اللي هو يعني واحد الدومين اللي شي شويه تري غار، يعني لي كوميت هما اصلا قلال بزاف، يعني باش تقدر ديتكتيهم من الصعب انك ديتكتيهم فاش كيكون شي واحد واضح. مثلا غير مؤخرا كاين واحد لا كوميت سميتها سوان، هي اللي حاليا لي زاسترو فوتوغراف كيصوروا فيها. دونك هنايا غير باش يعني قلنا كاين التصوير ديال المجرة ديالنا، كنقدر نصوروها غير بأباراي عادية. كنقول أباراي عادية يعني لي زاباراي اللي كتسموا لي ريفليكس ولا لي زاباي ان، اللي كنقدروا نحيدوا ليهم لي زوبجيكتيف، ماشي دوك لي زاباراي كومباكت هذوك من الصعب باش انك تقدر تصور بيهم لا فوالاك. دوك هنا كيكون كتاخد يعني دي زيماج ولا تكون ابي دي بوز اللي مثلا ما بين 3 حتى 20 سكوند باش تقدر تصور بيهم المجرة ديالك. كتقدر تاخد بزاف ديال الصور وكتقدر تجمعهم باش تعطيك يعني صورة عالية الجودة.
كاين كذلك الصور ديال يعني اون اتيليزو ان انسترومون يعني تيليسكوب كاميرا بلس لا مونتور، دونك هنا كيولي شي شويه الامر يعني نوعا ما صعب، ملي كيتطلب واحد التقنيه واحد الجهد يعني واحد التكوين باش تقدر انك تخدم هاد لي زيليمون تقدر تصور بهم الكواكب والمجرات والسدود. دونك هنايا التلسكوبات اللي كنصوروا بهم والانواع اللي كنستعملوهم في التصوير الفلكي، يعني اول حاجه اللي هي يعني الاغلبيه كيستعملوها يعني المصورين الفلكيين هما لي لونيت، ماشي لي لونيت العاديين، لان لي لونيت كاينين بزاف ديال الانواع من نفس الشكل ولكن الانواع، هادوك كيتسموا دي لونيت ابوكروماتيك، هما كنلقاو فيهم ابوكروماتيك دوبل تريبل كوادريبل، وكل ما انت طلعتي في العدد ديال لونتي اللي كاينين كتكون الجوده عاليه، واللي كيقول الجوده كيقول بان الثمن ديالهم كيكون غالي شي شويه. دونك هاد لي لونات كان علاش هما يعني اللي كيعطيو يعني ديال الصور عاليه بزاف، لان كما كتلاحظوا بان الضوء يعني من لوبجي اللي كنصوروا كيمشي يعني ديريكتومون فيغ الكابتور ديال الكاميرا، ماشي بحال في التلسكوب مثلا، هنا في التلسكوب نيوتن يعني الضوء كيمشي وكيجي وعاد كنقدروا هنا يعني لا كاليتي ديال ديما كتكون شي شويه ناقصه بارابور لي لونيت. وعاد مثلا المشاكل التقنيه ديال التلسكوبات انه خصو يكونوا لي ميوار اليني، كاين بزاف ديال المشاكل اللي كيكونوا في التلسكوب لانه ما كنقدروش نضبطوا بالضبط الشومان ديال اليني. كاين عاوتاني لي تلسكوب شميت كاسغران، هادو كنستعملهم غالبا في التصوير ديال لي بلانيت، لان لا ديستانس فوكال فيهم كتكون كبيره، يعني كنقدروا نزوموا بزاف على هاد لوبجي اللي بغينا نصوره. بالنسبه للتلسكوب نيوتنيان كنخدموهم في يعني في الاغلبيه كنخدموا في التصوير ديال ديب سكاي، يعني ديال المجرات وديال السدود. دونك من بعد التلسكوبات كيجيو لي مونتيو، هاد لو تلسكوب باش يصور خصو يعني واحد الموتور باش يقدر يدير تكون ابي لو سويفي، يعني انت باغي تصور واحد لوبجي اللي هو كاين في السما ولكن مع الدوران ديال الكره الارضيه يعني داك الشيء اللي انت باغي تصور كيتحرك، يعني خصك واحد لو موتور باش يدير لا روتاسيون اللي هي كتكون يعني في العكس ديال الدوران ديال الكره الارضيه، يعني باش تقدر تبعو يعني بالنسبه للكاميرا ولا الكابتور ديال الكاميرا هذاك لوبجي خصو يبقى ديما ثابت، يعني في هذيك المده اللي كدير فيها انت دوك لو بوز خصو يبقى ثابت، لان الا تحرك غادي الصوره غادي تخرج فلو. وكاين جوج ديال الانواع ديال الكاميرات ديال باردون ديال لي مونتور، كاين لي مونتور ايكواتوريال وكاين لازوميتال. شنو الفرق بيناتهم؟ ان ليكواتوريال يعني كتكون يعني لا مونتور ميله وكيكون الاتجاه ديالها متجه نحو النجمه القطبيه. بالنسبه للزوميطال كيكونوا يعني عندنا كيمشيو عندهم دو زاكس كيكونوا يعني فيرتيكال هوريزونتال. دونك هنا غير باش تاخذوا يعني فكره على شنو هما، هذه اللي هنايا مثلا هنا في اليمين هذه سون مونتور ايكواتوريال، دونك كما كتشوفوا بان الاكس ديالها متجه نحو النجمه القطبيه. علاش كنديروها نحو النجمه القطبيه؟ لان عندها دو زاكس دو روتاسيون، فاش كتكون هاد لاكس هذا يعني اون باراليل مع لاكس دو روتاسيون دو لا تير يعني صافي كان اليمينيو ان اكس، كيولي غير كتولي تحرك على اكس واحد، يعني فاش كيبدا يتحرك لو تيليسكوب ما كيكونوش عندنا يعني دي بيرتورباسيون بزاف باش انا نقدر نتبعو ان اوبجي. بالعكس ديال لي مونتيو ازوميتال هنا عندهم كيتحركوا يعني افقيا وعموديا، لكن باش تقدر تتبع ان اوبجي يعني التلسكوب كيبدا يتحرك يعني بواحد الشكل بحال زيكزاك، يعني كيكون شي شويه دو سويفي تحت هذا. بالنسبه للتصوير ديال الكواكب ازوميتال كنخدموهم، علاش؟ لان اصلا الكواكب كنديرو حنايا دي فيديو، ما كناخدوش دي صور، وفي لي فيديو كناخدو يعني دي فيديو دي سيكونس اللي هما قصار واحد 20 سكوند 30 سكوند ولا هذا، وكتقدر من بعد تجبد منهم الصور فاسيل. بالنسبه ما تقدرش دير يعني التصوير ديال ديب سكاي اون اتيليزون ان مونتور ازوميتال، يعني كيكون بزاف ديال لي بيرتورباسيون في لو سويفي ما كيجيوش يعني الصور بجوده عاليه. بالعكس ديال لي مونتور ايكواتوريال عندنا يعني عندهم القابليه باش انهم يديروا ان سويفي،
ديال واحد لو بلون دو بوز اللي هو كوراكت، تقدر يعني انت تاخد بزاف ديال لي بوز ومن بعد تقدر يعني تخرج بصور جودة عالية اون تيليزون هاد لي موتور ايكواتوري. العامل الاخر اللي كنستعملوه في التصوير الفلكي يعني اللي هو اساسي كذلك هما الكاميرات. يعني عندك لو تيليسكوب، عندك لا مونتور، خصك دابا لا كاميرا باش غادي تقدر انت تكابطي هاد لا ليميير ديال هاد لوبجي اللي انت كتصور فيه. دوك لي كاميرا حاليا يعني في السوق كاين ثلاثه ديال الانواع اللي معروفين بزاف. كاينين اللي يعني لي كاميرا ريفليكس، كانون، نيكون، سوني، هادوك الانواع اللي كتعرفوا اللي معروفين في السوق اللي كتحيد لهم بيان سور لوبجيكتيف، وهذيك الكاميرا كتلصقها ديريكتومون في لا ليونيت ولا في التلسكوب اللي غادي تصور به كيولي هو لوبجيكتيف. كاين لي كاميرا سكون ابي لي كاميرا سي سي دي، هاد لي كاميرا هادو داروا خصيصا للتصوير الفلكي. يعني في الاول كانوا يعني مالو غير في العالم ديال البحث في الاستروفيزيك، كانوا كيخدموهم لي استروفيزيان يعني باش كيديروا البحث ديالو، ومع المده تطوروا يعني ولاو كيتباعوا في الكوميرس، ولاو الناس كيخدموهم يعني لي استروف فوتوغراف كيصوروا بهم. هاد لي كاميرا عندهم لي كابتور ديالهم سونسيبل بزاف، يعني غير اي فوتون كيبان كيكابطيوه، يعني ما تتنصوروا بهم غير الديب سكاي، غير لي نيبولوز لي جالاكسي ما كنقدروش نصوروا بهم البلانيتير. علاش؟ لان لي بلانيت مضوين بزاف، القمر هو مضوي بزاف، الا درتي ان كابتو كاميرا اللي كان كابتو سي سي دي بغيتي تصور به القمر ولا البلانيت كتبان لك الصوره بيضاء لانه الضو بزاف ما كتقدرش تصورها. كاين مؤخرا بانوا يعني واحد المده ماشي كبيره بزاف، يعني واحد 4 5 سنين، بان واحد لي كاميرا اللي عندهم نفس الكابتور ديال لي زابي ان، هاد الكابتور كيتسمى سيموس ولكن معدل، يعني داروا عليه واحد التحسينات كبيره ولات الجوده ديالو حاليا ولات كتفوت لي كاميرا سي سي دي، لان تالمون دات فيه لا غوشيرش بزاف ايتو سكيفي، والجوده ديال الصور ديالو ولات دابا احسن من لي كاميرا سي سي دي. دونك دابا المصورين الفلكيين الاغلبيه ولاو كيشريو هاد لي كاميرا. كاين واحد لا مارك لي ولات معروفه بزاف، واحد لا مارك صينيه زد دبليو او هي اللي كتنتج هاد الكاميرات، اللي ولات يعني دابا هي اللي كتصح السوق. الاغلبيه ديال المصورين الفلكيين ولاو كيشريو هاد النوع ديال الكاميرات هما اللي كنصوروا بهم دابا. وكاينين يعني اللي عندهم القابليه بانهم اللي متخصصين في يعني في الديب سكاي، كاين اللي متخصصين في البلانيتير، كاين اللي متخصص كاين اللي يقدر يصور بهم بجوج، كاين وكذا على الكاميرات. دونك دابا انت عندك لو ماتيريال، بغيتي تبدا تخرج يعني انك تبعد شي شويه على التلوث الضوئي بطبيعه الحال باش انك دير حصه ديال التصوير الفلكي. كتبدا اول حاجه كدير سكون ابي لا ميزون ستاسيون، يعني خص لا مونتور ديالك تكون محطوطه مزيان، خصها تبدا تقاد يعني لو ماتيريال ديالك قبل ما يطيح الظلام باش تعرف ان اي حاجه فين حطيتيها. ومن بعد يعني ملي كتبدا تبان لي طوال بولير كدير لا لينيمون ديالك مع لي طوال بولير، يعني لا مونتور عندك مونتور ايكواتوريال كديرها قدام لي طوال بولير كيولي يعني لاكس دو روتاسيون ديالها اون باراليل مع لاكس دو روتاسيون ديال التير. خاصك تكون عارف لوبجي اللي انت غادي تصور، يعني هذيك الليله اللي انت غادي دير فيها التصوير ديالك بريباري على لافونس لا ليست ديال شنو هما لي زوبجي اللي غادي تصور، معايش غادي تصورهم بالضبط، لان واحد لوبجي غادي يبدا يبان مثلا مع 10 د الليل، واحد لوبجي اخر ما غادي يطلع حتى 12 د الليل، واحد ما يطلع حتى 2. دونك انت عارف كل اوبجي معايش غادي تقدر. والاغلبيه ديال لي زوبجي يعني كنحاولوا نصوروهم تقريبا ابارتيغ من 30 دوغري في السماء، يعني اللي كنهابطين بزاف الافق ما كنقدروش نصوروهم، يعني كيكونوا التوربيونس بزاف. دونك بيان سور كاين يعني انت قديش لو ماتيريال ديالك كتبدا الحصه ديالك، الناس كنا كتبدا دير دي بوز. شنو هما هاد لي بوز؟ الكاميرا فاش كتكون نتايا دايرها كتقدر يعني تكومونديها سوا بلو بي سي سوا عندك كاين لي كاميرا ابي ان عندهم بي تيليكوموند، كتحل يعني عندك لا بوسيبيليتي باش انك تحل ديافراغم ديال الكاميرا
وكتخلي يعني كيكابطي في لي فوتون، كتحكم حتى في المده، يعني كتقدر تخليه كلكو سكوند 30 سكوند ولا 60 سكوند 5 مينوت، كتقدر 10 مينوت. كاين دي تيليسكوب يعني دي سيرشو لي مونتيو هما اللي كيقدروا يعني يعطيونا القدره باش انا نقدروا نديروا دي طون دو بوز كبار، تقدر دير حتى نص ساعه. دوك من بعد انت درتي الصور، درتي الصور كاين كنت عارفه بان كاين بزاف ديال الانواع ديال الصور اللي كناخذو، ماشي غير وحدين. يعني خديتي الصور العاديه هما ديال لوبجي ديالك، واحد لا غالاكسي انت كتصور فيها. كاين سكون ابيل لي بوز تكنيك، شنو هما هاد لي بوز تكنيك؟ كاين سكون ابيل لي دارك، كاين لي اوفسيت، وكاين لي فلات. دونك هادو علاش انا غنشرح لكم من بعد علاش كنخدموهم. اوكي باش دابا انا كاينين عندنا خمسه ولا اربعه ديال الصور اللي كناخذو في نفس الليله ديال نفس الوجه اللي كنصور. كنصور يعني لي بروت، يعني الصور العاديه ديال لوبجي ديالنا، كنصورهم بعدا منهم لي دارك ولي اوفسيت ولي فلات. عاد من بعد يعني باش كنحصلوا على الصوره كنشدوا هذوك الانواع باربعه وكندير سكون ابيل لو تريتمون. لي زيتاب ديال التريتمون في الاول كنبداو سكون ابيل لو بري تريتمون، بعد من بعد كندوزو لو تريتمون، ومن بعد كندوزو لو بوست تريتمون. دونك شنو هما هاد لي بوست تكنيك اللي كنصوروهم؟ كاينين كما قلت لكم في الاول كنسماهم لي دارك، دوك الاسم ديالهم راه هذاك اسم على مسمى، هما صور اللي هي سوداء، ولكن عندهم واحد يعني واحد الخاصيه ان كيكون عندهم لو ميم طون دو بوز ديال لي بروت. هذوك الصور ديال لوبجي ديالنا مثلا خدينا حنايا بزاف ديال لي بوز، مثلا بوز ديال 5 مينوت خدينا واحد 30 ولا 40 بوز ديال 5 مينوت. هاد لي دارك حتى هما غنديروا فيهم كل يعني فوتو دارك غنديروا فيها 5 مينوت، وعندهم نفس درجة الحرارة، لأن فاش كنصورو بالنسبة للكاميرا غير فليكس، ما عندناش لا بوسيبيتي باش نتحكمو بدرجة الحرارة، ولكن بالنسبة للكاميرا سي سي دي أو النوع الجديد ديال الكاميرا السيموس عندنا بوسيبيتي باش أن حنا كنفيكسيو درجة الحرارة. علاش هاد النقطة مهمة ومنساش ليها ديال درجة الحرارة؟ ان لي كاميرا ريفليكس الا بقيتي كتاخذ بهم دي بوز بزاف، هذاك لو كابتور مع المده كيسخن، باش كيسخن لو كابتور كيدير لنا سكون ابيل لو بروي تيرميك، يعني هذيك لي زيليكترو مع الحراره كيولوا كيتحركوا بزاف كيديروا لنا واحد لو بروي في الصور. دونك باش نقدروا يعني مينيميزيو هذا لو بروي، يعني لا تكنولوجي دابا في لي كابتور ديال الكاميرا عندنا لا بوسيبيليتي باش نبردوا هذاك لو كابتور باش نمينيميزيو هذاك لو بروي تيرميك. دونك هاد لي دارك كيما قلت عندهم نفس يعني لو طون دو بوز ديال لي بروت ونفس درجات الحراره. يعني بالنسبه لشي واحد كيصور بكاميرا ريفليكس خصو غير يسالي من التصوير ديال لي بروت يعاود يصور من بعد منهم لي دارك، لان باش يحافظ تقريبا على درجه الحراره اللي خدم فيها. بالنسبه للكاميرا اللي كنقدروا نتحكموا فيهم في درجه الحراره كنقدروا هاد الصور ان نديروهم من قبل، يعني نديروهم بنهار في المنزل او نديروهم من بعد ماشي مشكل، حيت كنقدروا نتحكموا درجه الحراره ديال الكابتور ديالنا. غير الكاميرا ريفليكس لان اوبليجي باش اننا نصوروا نفس يعني الصور هاد لي دارك في نفس الوقت اللي غنصوروا فيه لي بروت، لان ما نقدر ما عندناش لا بوسيبيتي باش نتحكموا درجه الحراره ديال الكابتور. دونك من بعد كيجيو لي اوفسيت ولا كيتسماو ايضا لي بياس، هما صور لي فاش كان ديماري ولا كاميرا هذاك لو ديماراج ديال الكابتور فاش كي يعني كيوصلوا للتيار الكهربائي كاين واحد لو بغوي ديال الديماراج، هذاك باش كنقدروا نحيدوه يعني من الصور. من بعد كنديروا حتى حنايا نفس لي في، غير كنديروا لو طون دو بوز يعني لو مينيموم بوسيبل ديال الكاميرا. شاك كاميرا عندها واحد الكاركتيرستيك ديالها، هو لو طون دو بوز مينيموم كيكون كيلك ميلي سكوند، وكناخذوا صور يعني كناخذوا واحد العدد يعني كبير شي شويه، كناخذوا 30 40 50 على حساب داكشي اللي قدرنا عليه، ولكن كل ما خديتي بزاف كل ما مزيان كتقدر يعني تحسن ليهم الجوده ديال الصوره النهائيه ديالك. من بعد كيجيو لي فلات. هاد لي فلات علاش كيداروا؟ يعني كتشوفوا لي كابتور اون جينيرال كيكونوا فيهم يعني شي شويه ديال الغبره ديطاش
تقاسو، ربما يقدر يكون تقاس باليد ولا بشي حاجة، باش نقدروا نحيدوا هاد ليطاش. شنو كنديروا؟ كنشدوا هذاك التلسكوب ديالنا وكندير واحد ليكليراج اللي كيكون يعني اونيفورم على الـ على الكابتور، و تنبداو ناخدو دي بوز، كنبداو يعني نديرو دي بوز صغار، كنبقاو نزيدو تيبداو يبانو لينا هاد لي طاش. كناخدو تا هما واحد العدد منهم، باش من بعد هادوك لي طاش نقدرو نحيدوهم من الصور ديالنا، ما يبقاوش يبانو. دوكا حنا درنا عندنا الانواع يعني بربعه ديال الصور اللي خدينا، لي بروت، لي دارك، لي اوفسيت ولي فلات. كيجي من بعد كنبداو يعني المرحلة ديال المعالجة ديال الصور. هنا كتشوفوا يعني مجموع ديال الصور تقريبا. هنا خدينا صور ديال ديبوز ديال 5 مينوت، خدينا مثلا هنا 12، إذا جمعتيهم تيعطيوك تقريبا بحال خليتي الكابتر محلول في ساعة. غادي تقولوا لي علاش حنا غناخدو بزاف ديال لي بوز، علاش ما نحلوش داك الكابتر ونخليوه ساعة وهو يا محلول هو تيكابتي وصافي الصورة واحدة راه باركة عليه. وي سي 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 لا ميم شوز، ميم ريزولتا، ولكن هنا عندنا اكراهات. الا خلينا ان هذاك لو كابتور ولا لا مونتور ساعه وهي تابعه هذاك لوبجي، يعني غالبا تيبدا هذا كيبدا كتبدا لا مونتور كديفي على لو سويفي، لان ما تقدرش دير ان سويفي ديال ساعه، يعني من الصعب بان لا مونتور ديالك دير لك سويفي ديال الساعه. وإن اي ريسك كتقدر مثلا انت كتصور كيدوز ان ساتيليت ارتيفيسيال، كدوز طياره، كيدوز يعني اي حاجه تقدر تدوز في السما قدام لو شون ديالك، تقدر تخسر لك التصويره. يعني فاش كدير انت بلوزيور بوز، الا خسرت لك التصويره ولا جوج، ماشي بحال انت هي داير تصويره واحده وفي الاخر تصدق بحال ضيعتي ساعه ديال الوقت بلا والو. وفاش كتخلي الكابتور يعني ساعه هو يتكابتي، لو برو تيرميك غادي يولي كبير بزاف، يعني تيولي يعني الصورة كتولي مشوهة، ما تقدرش يعني تعالجها وتحصل على صورة نهائي. دوك هنايا كندوزو للمرحلة ديال هاد الخدمة. دوك الأغلبية دابا ديال لي زاستون فوتوغرافي خدم واحد لوجيسيال كيتسمى بيكسين سايت، هو يعني كنقولو بالدارجة العامية هو راه السوق دابا ديال لاستون فوتوغرافي في التخيطمون ديال لي فوتو. دونك فيه مجموعة ديال المراحل كنمروا منهم باش أننا كنعالجوا الصور ديالنا. كما قلت في الأول، كان في الأول كنبداو بلوبخي تخيتمون، من بعد منهم كندوزو لو تخيتمون، وعاد كاين لو بوست تخيتمون. دونك التخيتمون ديال الصور يعني فيه بزاف ديال الهضرات، فيه بزاف ما يتقال. كنديرو يعني فورماسيون ديال مينيموم واحد 3 جوغ باش نقدروا نتريتيو يعني اون غروب واحد ليماج ونفهمو كيفاش كندوزو من المعالجة ديال الصور. غير باش تاخدو فكرة، هنايا مثلا إذا شفتو على اليسار، هادي صورة وحدة ديال 180 سكوند، كتشوفو أن لوبجي يعني أبان بدا كيبان، هادي وحدة. دونك هنايا عاوتاني بدينا كنديرو لانتيغراسيون ديال الصور ديالنا. دونك هنا درنا غير الخيط خيطمو، شدينا مثلا عندنا 30 صورة ديال كل وحدة فيها 180 سكون، فجمعناهم هنا بدا تيبان نوعا ما لوبج. كي شفتو هنايا بدا تقريبا كيبان. فاش كنبداو نديرو لو تخيطمو والبوست تخيطمو، كنلاحظو بأن مثلا الصورة النهائية يعني بدات صافي، فان لوبجي مزيان، لا نيبولوز بانت بالالوان ديالها بكلشي. بقي باش تلاحظوا الفرق ما بين صوره واحده يعني بوز واحده وما بين الصوره النهائيه، يعني كان واحد الفرق كبير. يعني يعني نعرفوا بان لا بارتي تريتمون تري امبورطون بارابور لا فوتوغرافي، نقدروا نقولوا تقريبا هي واحد 60% يعني من البروسيس ديال التصوير ديال شي واحد لوبجي. دونك هنايا غنعطيكم يعني فكره يعني من بين الصور اللي حنا خديناها. دونك الصور ديالنا حاليا اغلبيه كناخذوهم من ان اوبسيرفاتوار بريفي سميتو مروكن أستر فوتوغرافر أوبسيرفاتوري، كاين يعني في المنطقة ديال بن سليمان، ماشي في المدينة بطبيعة الحال، لأن خصنا نبعدو على التلوث الضوئي، يعني بعيد بواحد 20 كيلومتر على المدينة.
الخاصية ديال هاد لوبسيرفاتوار انه سي ان اوبسيرفاتوار كونيكتي، دونك لي كونيكتي انترنيت، و انا لا بوسيبيليتي باش اننا يعني كنتكونيكتاو ليه ا ديستانس، كنقدروا نحلوا لو توا ديالو، كنلونسيو لي سيونس ديالنا ديال لا فوتو، و كنريكوبيريو لي زيماج ديالنا، و كنديروا لهم المعالجة يعني ا تيتغ بوزي. دونك بلا ما نبقاو اننا نديبلاصا و نقدو الماتيريال ديال لا ميسون ستاسيون، داكشي كضيع فيه الوقت بزاف. لي تيليسكوب ديجا مقادين باش نشوفوا هذا لو جروب اللي مشارك في المجموعه ديال هاد لوبسيرفاتوار. دونك هذا لوبسيرفاتوار من الداخل، دونك كما كتشوفوا ها هما لي مونتور ايكواتوريال افيك لي لونيت. هنا كتشوفوا كاينه وحده كبيره وحده صغيره، هذه كنديروا بها واحد العمليه اللي يعني باش كتدخل شي شويه في التخصص كيتسمى لوطو غيداج، كنخدموها باش كنديروا بهم لوطو غيداج. دونك هنا كتشوفوا هاد لا لوميير لي يونيفورم كنديروا بها لي فلات، وكاين عندنا جوج، كاين واحد الثالث اللي غادي ان شاء الله نزيدو فيه ان اوتر تيليسكوب في لوبسيرفاتوار. دونك هذا الموتور باش كيتحل لو طو كيتسد. دونك هادو الصور اللي تخادو يعني من 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 من, من لوبسيرفاتوار. ملي كتشوف القمر يعني كتشوفوا لي كرات لونير لي بلانيت. دونك عندنا هنايا زحل، عندنا المشتري، عندنا فينوس، هادي نيبولوز، نيبولوز دو كور، دونك هادي هي نيبولوز ديال لي بلياد. دونك كتشوفو هنا كاين واحد لي كود، يعني شاك نيبولوز كيكون عندها واحد لو كود، سوا لي كاينين لي زوبجي، واحد كاينين دي كاتالوغ ديال لي زوبجي، سوا كاين لو كاتالوغ لي معروف بزاف هما ميسيي، وكاين لي يعني من بعد منو جا كاتالوغ لي فيه يعني الصور بزاف، فيه لي زوبجي بزاف، هو انجستي نيو جينيريشن كاتالوغ. وكاين عاوتاني لي جا لي كيجمع كلشي، كاين واحد الكاتالوغ ايستي. دونك هادي كتسمى لا نيبولوز دو لام. دونك هادي نيبولوز ديال كرواسون، هادي اللي شفنا هضرنا عليها قبيله في التريتمون. هادي غالاكسي دو تريانغل ام 33، هادي لا نيبولوز ديال ترامب ديليفون. تخيلوا بان شحال واحد يعني دي زليفون غادي. هذه هنا عندنا الكلوستر ديال لي زيتوال دي ام 4، دي نيبولوز ديال بوليكان، دي نيبولوز ديال ليغل ام 6. دونك هذه المجره الشهيره لا جالاكسي اندروميد، الجاره ديالنا كنشوفوها هي، وكنشوفوا يعني المجرات اللي هما قراب منها لي 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 جالاكسي ساتيليت ديال لا غروند جالاكسي اندروميد. دونك هادو دو نيبولوز، كاينه تريفيد كتسمى تريفيد، وهذه لا لاغون. دونك هذا ديال لا جالاكسي ام 51 ويربول معروفه بزاف، هذه لا غروند داما ديال اركوت، هي من بين يعني لي زوبجي اللي معروفين في المسير بروفون، تجمع واحد الجمهره ديال يعني الملايير ديال النجوم. هذه نوتر جالاكسي ام 63، هادي يعني من بين لي زوبجي لي معروفين بزاف سي لا نيبولوز ديال اوريون ام 45. هذا لو تريبل دو ليون، كنشوفو يعني ثلاثة ديال لي جالاكسي يعني كنقدرو صوروهم يعني في صورة وحدة. هادي لا نيبولوز بلانيتار ام 57، هادي لا جالاكسي ام 101، هادي لا جالاكسي سومبريروس ام 104،
هنا عندنا جالاكسي وعندنا نيبولوز بلانيتار، دونك ال ام 108 و ال ام 87 97 pardon. يعني دوتر جالاكسي عندنا اون جالاكسي سيجار، عندنا نوتر نيبولوز هذيك تسمى لاميريك دو نور. كروسون ولكن تخدس يعني بقى الشون اللي كبير، يعني كنشوفوا كاع المحيط ديال النيبيولوز. هادي بيد لا سورسيير هي يعني معروفه كاينه في لا كونستيلاسيون ديال لوسين. هي نسم خوضة يعني بقى نوتخ الشون بقى نوتخ ماتريال. ديال لا غالاكسي ديال لي فو دارتيفيس، ديال لا نيبولوز لا روزيت، هي يعني من بين لي زوبجي اللي معروف ان كيصوروهم يعني مصورين فلكيين. كذلك هادي نيبولوز ديال تيت دو شوفال، كتشوفو هنا عندنا لا سيلويت بحال تيت دو شوفال. هادو دو زعما ديطوال مجموعين هنا، كاين عمار جلوبولا نشوف ديال لي جالاكسي اللي كاينين في لا كونستيلاسيون ديال لا غونت اورس. نوتخ نيبيلوز لي سي 405، هادي نوتخ نيبيلوز NGC 281، هذه نوتر نيبولوز بلانيتار إليكس، نوتر نيبولوز هنا مجموعة من الصور اللي قدرنا يعني نصورهم انطلاقا من المرصد. هادي تيت دو دوفان، يعني كتشوفو لا سيلويت ديال ان دوفان. هادي من يعني من اصل كاين دي زوبجي لي صعاب التصوير ديالهم، يعني من بين لي زوبجي لي صعاب التصوير ديالهم كاين هاد لا تيت دو دوفان، صعيبة بزاف التصوير ديالهم، كتطلب وقت بزاف. وشكرا. ممكن لا كان شي واحد مهتم عنده باقي مثلا لا بريزونطاسيون ولا باقي معلومات اخرى، هذا الايميل ديالي تقدر يعني تراسلوني، نقدر نصيفط لكم لا بريزونطاسيون، ما عنديش مشكل، ولا معلومات اخرى على الماتيريال ولا اللي بغيتو. شكرا سي زكريا على هذا البريزونطاسيون، على هذه المحاضره القيمه والجميله جدا، مع التصور وهذه الصور ديال الكون ديال الفضاء رائعة، والحقيقة اللي تتبين التمييز ديالكم في هذا المجال، كذلك التصوير الفلكي أو فن التصوير الفلكي. وحقيقة هاد لي تيليسكوبات الصغار ولا الكبار عندهم نفس طريقة معالجة الصور الفضائية. ومثلا إذا شفتي الكون ديالي التصويرة مثلا صورة ديال اللي تشد مع ان تيليسكوب سبيسيال، وإلا شفتي التصور ديالك مثلا اللي بريزونتي راه عندهم نفس تحاول تصور نفس لا فيزيون هذيك الطريقة الجميلة جدا، فشي حاجة رائعة، وأنك تشوف حقيقة الجمالية ديال الكون عن طريق هاد التيليسكوبات اللي ممكن تستعملوها في أنك تأوبسيرفي مثلا أجرام السماوية، القمر، نعم. وكذلك ما كان تكون النجوم، حيت هاد الصور تقريبا اللي وريتينا هما مناطق ديال تكوين النجوم في الكون. نعم. ماشي السماء كاملة كحلة وعندها دي بوان، مي كاين واحد الجمالية عبر هاد التصوير الفوتوغرافي. شكرا بزاف على هاد المحاضرة القيمة، وبغيت نذكر المشاهدين الكرام ديالنا عبر
مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك سواء الانستغرام، انهم ممكن يطرحوا اسئلتهم في لي كومونتير، وغنحاول نجاوبوا عليهم الى عندنا وقت. الى ما جاوبناش عليهم في اللايف ديريكت غنجاوبوا عليهم في لي كومونتير. من بين مثلا الاسئله اللي تطرح، واش مثلا اي واحد عنده تيليسكوب وعنده كاميرا ممكن يدير لها سترو فوتو؟ واش شي طريقه زعما هادشي اللي بينتي ليهم في هاد البريزونطاسيون ولا في هاد المحاضره، واش ممكن تلخصوا في مثلا في واحد جوج دقائق تقول لهم مراحل ديال الكبرى في انك دير فيرست ستيب، انك دير خطوه الكبرى الى الان؟ لا يعني بحكم التجربه ديال المتواضعه، بغيتي تبدا تصور الفلكي بدا في الاول حاول تصور الى العلو، يعني من بين اللي تقدر تميتريزي التصوير ديال القمر دوز للكواكب، او ثاني من اللي تقدر تميتريزي الكواكب مزيان عاد دوز للديب سكاي. ديب سكاي شي شويه صعيب، كيطلب الوقت بزاف، يعني واحد التقنيه اللي هي نوعا ما خصها بزاف ديال الخدمه، ما غاديش يعني تمكن يعني في ظرف نهار ولا يومين بانك تنتج صور بحال هادو اللي عرضت. خصها واحد شويه ديال الوقت، يعني تبدا تدرب وتبقى تصور التصويره الاولى الثانيه الثالثه، مع الوقت توصل لهاد يعني الجوده العاليه ديال الصور. ولكن في الاول خصك لو ماتيريال، لو ماتيريال مهم بزاف، لان كل ما كان عندك ماتيريال يعني ذو جوده عاليه كتقدر يعني تنتج به صور مزيانه. كاين العامل الاخر اللي هو الوقت، يعني راه خصك غادي تخدم بزاف باش تقدر توصل لهاد الصور. دونك في الاول انت اللي بغي يبدا التصوير الفلكي، بدا انك تقضي يعني عندك ان تلسكوب وعندك كاميرا، بدا تصور بعدا غير لا لون ولي بلانيت، عاد من بعد بدا بشويه بشويه. وتا لي زوبجي في لو سيال بروفون كاين على حساب كل اوبجي والصعوبه ديالو، كتبدا بلي زوبجي لان سورتو العامل اللي هو الكبير بزاف كنقدر ما نعرفوش، يعني من السهل انك تصور واحد لوبجي ولا لا، هو لا مانيتيود ديال لوبجي. خص لوبجي يكون مضيء، كل ما كان مضيء بزاف كيكون من السهل باش انك تصور. مثلا لونيبولوز ديال اوريون، يعني بين يعني لي زوبجي اللي ساهل باش انك تصورهم، كدير غير بوز وحده ديال دقيقه كتبدا تبان لك لونيبولوز. عاد من بعد ملي كدير يعني كطول لي بوز بزاف، عاد كتصور يعني بجوده عاليه، ولكن غير باش تشوف لا نيبولوز بلي كولور ديالها، هي صوره وحده ديال دقيقه تبدا تبان لك. نعم، هاد الطريقه ولا هاد لا فاسون باش تديروا الاوبسرفاسيون هي نفس الطريقه باش تداروا كذلك لي زوبسيرفاسيون في لي تيليسكوبات الكبار العالميه، مثلا في الشيلي في لوروب بارتو في لو موند، حتى في لي زوبسيرفاسيون ولا دوك لي تيليسكوب سباسيو. و مثلا بغيت نذكر ان مثلا هاد المناطق ولا لي نيبولوز مثلا ديال اوريون ولا ديال توريس، المناطق ديال تكوين النجوم راه ممكن نشوفوهم كذلك في عبر مثلا ماشي غير الفيزيبل اللي غنشوفوهم، كاينين دي راديو تيليسكوب. مثلا الى مشيت لكوريا ولا لي زاميريكان، عندهم واحد ناس اخرين جداد لي زاماتور دي زاسترونوم اماتور، واللي تخدموا بلي راديو تيليسكوب تحاولوا مثلا يديروا ديماج ديال هاد ديب سكاي بدي راديو تيليسكوب. الاخ مراد بغى يسول واقيلا شي سؤال، تفضل. السلام عليكم، شكرا خويا زكريا، شكرا خويا حمزه. المهم انا عندي واحد التعليق بسيط بحكم واحد التجربه حتى هي بسيطه ان شاء الله. كنا العلاقه بمجال التصوير الفلكي هو بالنسبه للمشكل ديال التصوير الفلكي في المغرب ولا في باقي بلدان العالم، هو المشكل ديال الماتيريال. يعني نورمالمون خصو يكون عندك ان تيليسكوب وي خاص تكون واحد الكاميرا، وعاد خاص بليزيوغ كونديسيون من بينها لومبلاسمون اللي غادي تكون فيها والمكان اللي خاصك تكون فيه، وما خاصهاش تكون لا بوليسيون ليمينوز اكسيتيرا. انا جوست زعما واحد التعليق اللي هو بسيط، انا بالنسبه ليا اي واحد بغى يبدا استرو فوتوغرافي ولا تصوير فلكي يكفي انه تكون عنده ان كاميرا دي سي ال ار،
علاش؟ الكاميرا دي سيلير راه ممكن من خلالها نقدر نصور حتى القمر. نعم اشرت ليها في الاول. لا دابا حيتاش دابا هادو هوات يلاه بغاو يبداو عندهم تلسكوبات. واش انا غادي نفرض عليه يشري تلسكوب اللي راه الميزانيه ديالو كبيره؟ المهم انا يا دي جوست بغيت نشري ليها وممكن تصور بها بالكاميرا دي سي ال، ممكن تصور بها لا فوالا تي، ممكن تصور بها القمر، ممكن تصور بها بليزيور شوز. وبالنسبه للثمن يعني رخيصه شويه مقارنه انك يكون عندك واحد التلسكوب واحد هذا. عندي واحد السؤال اللي بغيت نسول به اخ زكريا وهذا بزاف ديال الناس يقولوني عليه. المهم بالنسبه انت اخي زكريا متى بغيت تصور مثلا واحد لانيبولاز ولا شي مجره معينه، واش تتبعها كيفاش تديتكتيها؟ واش تديتكتيها ابارتيغ ديال واحد السويفي ديال شي كونستيلاسيون، ولا بارفوا تجي مع شي ايفينمون يقد يوقع بحال دابا شي سوبر نوفا ولا بحال هكا، واش يكونوا بحال هاد لي ايفينمون وازار غير تصوروا غير صدفه ولا شنو؟ لا بالنسبه للنيبولوز ولي غالاكسي الموقع ديالهم في السماء معروف بحالهم بحال النجوم، يعني اي كاين لي كونستيلاسيون يعني كيحددوا لك المناطق اللي كاينه في السماء. كل اوبجي معروف بالضبط فين كاين، اين كونستيلاسيون، عندك لي كوردوني ديالو. هذا التلسكوب اللي كنديروا به التصوير سي دي تلسكوب اوتوماتيك، كتقول له كتعطي لي كوردوني، كتقول له غتمشي ل M45، tu tapes M45 كيمشي لي ديريكتومون. كاين اللي ما عندوش ان تلسكوب اللي ديجا بروغرامي، يعني راك عارف لا شوف باش نتفقوا على واحد الحاجه، ما عندكش ان تلسكوب اوتوماتيك اللي فيه الجوتو اوتوماتيك نسى التصوير الفلكي. ما تحاول، لان ما كاينش لو سويفي ما يمكنش تصور شي حاجه وهي كتتحرك، غادي دير بوز ديال 5 سكوند غتخرج من لو شون غادي تهرب. وي بالنسبه اسمح لي يا حمزه شار مراد يعني لي فينومين غاغ مثلا شي سوبر نوفا فرقعات ولا هذا، كاين هذوك لي زاماتور كيطيحوا فيهم بارازا، كتكون شي نهار كتصور حتى شي نهار كتصور شي حاجه كتبان لك انورمال، واحد لوبجي اللي انت ديما كتصوره معروف في التصويره ديالو كتبان لك شي فيه شي حاجه انورمال، شي مجنى الضو ديالها زايد بزاف ولا هذا، كتلوحها في الانترنت كتسول سواء المتخصصين سواء الهوات، راه شفت واحد النجمه لامعه بزاف واحد لوبجي وهذه ماشي عاديه، كيبداو يتقصاو حتى يعرفوا باش انها واش فريمون سوبر نوفا ولا لا. في الحقيقه انك باش تصور واحد ديب فيلد غادي كما قال سي زكريا واحد تيليسكوب لي اوتوماتيك اللي غيتحرك مع داك التارغيت ديالك ولا لو ستيمول ديالك منين تتكون تتوبسيرفي سوا ديب سكاي وتدير دي زالي روتور باش سكاني ولا لا لو سويفي ديال دي بوتي كيو بحال دي ميتيور بحال دي des planètes avec une pause je sais pas mais généralement باش تسويفي هاد الاجرام السماويه خاص التلسكوب لي اوتوماتيك. من بين الاسئله اللي تطرح كذلك في هاد الدومين سي زكريا وبالخصوص بهاد الانيشيتيف ديالكم ديال لاسكوب فوتوغرافرز، واش مثلا تنظموا تكوينات في بن سليمان ولا في حيت كاين الناس في الفيسبوك تيسولونا على هاد الحوايج واش ممكن يكونتاكتيكم على حساب هادشي؟ نعم كما شرحت في الاول كنديروا دورات تكوينيه في التصوير الفلكي يعني مده تقريبا ديال يومين ونص ثلاث ايام، يعني فيها هاد لي زيليمون بازيك على شنو هو لو ماتيريال شنو هو، كناخذوا صور يعني حقيقيه وكنديروا لهم يعني لو تريتمون مع الجروب اللي كيكون معنا اون فورماسيون. كنضمو لي فورماسيون سواء الى كنا نضمنا في اطار مهرجانات ولا في شي تظاهره او اللي كنديرو غالبا في بن سليمان. نعم بغيت نذكر كذلك المشاهدين الكرام ان الهدف ديال هذه الحلقه ولا الهدف ديال هذا اللايف هو اننا نهضروا على فن التصوير الفلكي اللي تعتبر الان من زمان من بين لي بيليه ولا الاساسيات ديال علم الفلك والفيزياء الفلكيه، وتنشوفوا ان بزاف في هاد الاواخر بزاف لي زاسترونوم اماتور
كنشاركوا في دي غوشيرش سيونتيفيك مثلا، تنعطي هنا مثال ديال دي زاسترونوم اماتور ميشيل اوري و كلود اللي انستالاو التلسكوب ديالهم في كوكينغون في اكوتي ديال مراكش، لوبسيرفاتوار ديال كوكينغون اللي دابا تقريبا كلشي تيعرفو. وهاد لي زاماتور اللي كانوا غير هواة فلكيين اللي بغاو يشوفوا السماء وبغاو يقضوا الغمض السماوية، استطاعوا انهم يدخلوا المحيط العلمي واكتشفوا بزاف لي الكويبات ولا سكون ابيل لي استيرويد جيو كروازور، لي اوبسيرفيو تيليسكوب لي كوميت مذنبات، ويعني عندهم واحد دور كبير في انهم يافونسيو في هذا الفيلد ولا في هذا الموضوع. غندوزو بوتيت الناس لي تونيزيان، الى عندكم اسئله في الصفحات ديالكم ناخذوا جوج ولا ثلاثه الاسئله وغادي نوقفوا. الله نعم، غندوزو الأخ عبد الرحمن سمكي، تفضل. السلام عليكم. شكرا زكريا على المحاضرة الجميلة وعلى الصور اللي أخذتها من مرتب ديالكم. أنا سؤال ديالي بعيد على الأسبوع فوتوغرافي، بغيت نسولك واش حاولتوا مثلا كنت عندكم كتحكموا في التلسكوب أ ديستونس، واش كتخدموا على لي زيكزو بلانيت اون ترانزيت يعني؟ هذا مشروع اللي ان شاء الله دابا حاليا كانوا عندنا غير لي لونيت ابوكروماتيك، عاد مؤخرا خدينا ان تلسكوب سي 11، يعني من بين الاشياء اللي باغي نخدموا عليهم يعني بالمشاركه مع لي بروفيسيونيل، هو لو ديتكسيون ديال لي زيكزو بلانيت. دونك دابا غادي يكون عندنا ان تلسكوب لي لا ديستانس فوكال ديالو كبيره، نقدروا نخدموا به على لي زيكزو بلانيت تري بروشان ان شاء الله. وي حيت الى مارسي الى عرفتي بلي لي كونديتا ديال تيس اغلبيه اللي كيخدموا باش يديروا سويفي كيديروا دي زاماتو، دونك تقدروا مثلا تزيدوا في البحث ديالكم تعاونوا ان شاء الله. هذا يعني بحال نديروا لو فولي الثاني ديال لوبسيرفاتوار هو اننا نبداو يعني نشاركوا في البحوث مع لي بروفيسيونيل. كنظن هذه مبادره ان الان في العالم كاملو لي بروفيسيونيل والناس اماتور ولاو تيتحدوا خصوصا في لي سوجي مثلا نت و النبات والكويكبات كذلك. نعم في النازا كاين لاجونس مع النازا ولي زاماتور باش انهم يفورنيو لو ماكس بوزيتيف لي زانفورماسيون على لي زاستروي ديال كروز طول سيف عند انظن غادي يكون اخر سؤال. شكرا سي زكريا، شكرا على المحاضره ديالك الجميله، وشكرا الاخوان اللي حاضرين كاملين. انا فقط عندي ربما تعليق، وممكن هضرنا عليه شحال مره لانه كان سي هشام تو دار محاضره على التصوير الفلكي، وديما كتنشر واحد القضيه اللي هو انه خصوصا انتم عندكم تلسكوب اوتوماتيزي يعني ممكن تحكموا فيه عن بعد وكذا، يعني علاش لا كما حمزه ذكر دابا انه ميشيل اوري وكلودي غينر يعني جاوا حطوا التلسكوب ديالهم في الاوبسيرفاتوار ديال كيندن تيديروا سكان ديال سكا، يعني تياخذوا صور في مجموعه ديال البلايص في السماء، ومن بعد تيتخطوا هذوك البلونات تيقارنوا ايماج مع ليماج اللي فاتت وتلقاو مثلا اكتشافات اللي كما قلنا تقدر تفيد لي بروفيسيونيل. يعني علاش نتوما اللي ما عندكم دابا عندكم هاد لوبسيون ديال انه عندكم تلسكوب اوتوماتيزي، عندكم لي كاميرا سي سي دي كما قلتي اللي ما اصلا كيستعملوا البروفيسيونيل، يعني ما يعني راكم قراب انكم تقدروا ديروا كما قلتي شي مشاريع اللي مثلا سواء هاد المشاريع اللي كتكون هي بسيطه اللي اي واحد يقدر يديرها، سواء كما كدير سوكيو انهم ليكزوبلانيت اون ترانزيت، يعني كتبقى واحد غير واحد ليطوال واحد ليطوال واحد المده، ومن بعد كتشوفوا واش الضو ديال نقص ولا لا، من بعد كنقولوا راه دازت واحد البلانيت ولا لا، ولا كنديروا سكان ديال السكاي ديال السماء وكنتخطوا لي دور من بعد. حنا موجودين سي يوسف كنتسناو دخلوا معنا على الخط. لا فقط يعني هذه اشاره، يعني الناس كيعتبروا انك بزاف ديال الناس كيسحب لهم بانه التصوير الفلكي راه هو فقط انه اخذ صور جميله، هي مزيان تاخذ صور جميله ديال اللي من بلاد ديال هذا الشيء وكامل وهاد
هاد الأجسام الأجرام السماوية، ولكن راه الزاماتور في العالم وفي الدول الأخرى راه تقريبا تيفيدوا واحد بورسنتاج كبير لي بروفيسيونيل الناس اللي أغلبية المذنبات مكتشفينهم لي زاماتور. تماما. شكرا سي يوسف على هذا السؤال. تنظن غادي نختم القضيه انه باش اوبزيرف كما شفتوا راه الايميل ديالي، اللي عنده شي سؤال ولا باغي يعرف شي حاجه يقدر يراسلني. مرحبا بالصوره كاع الاسئله اللي مونطير اولا في لاباج، راه دابا نشوف اللايف من بعد الا كانوا شي اسئله نقدر نجاوب عليهم. نقول كاينين كيستيون حتى كاينين دي كيستيون سور لاباج، الا يمكن تطرحهم من بعد قبل ما تسالي بونس غادي نرجعوا لي كيسيون نجاوبهم، حيت دابا دزنا ساعه زكريا غادي يمشي. باش غير نختم انه باش اوبسيرفي هذا الشيء خاص تكون السماء صافيه، يعني خاصنا نحافظوا على هذا الجماليه هاد الصور وكل شيء، خاص وما كان لي بيرتو فيك بزاف. وهذا الشيء باش تنصحكم تمشيو لزاكوره وديروا ميك، وعندكم سمات الماء وينا، وغيكون عندكم صور جميلة. وشكرا لك إلى المرة المقبلة إن شاء الله. شكرا سهل لك، الله يعاونكم. سلام عليكم.